يوجد بجوار السكن هاتف دولي وداخلي، ويوجد محل بجوار الهاتف يبيع ريالات حديدية حلل، وهذا المحل يبيع 9 ريال مقابل 10 ريال، وأيضا يبيع 5 بـ4، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الريال السعودي بالريال السعودي يجب التساوي بينهما، يبيع بعضهما ببعض ولا يجوز التفاضل، أن هذا ربا، لأنه ريال سعودي جنس واحد، سواء كان من الورق أو من المعدن. العبرة بأنه عملة واحدة في دولة واحدة، فهو متحد الجنس، وإذا اتحد الجنس فإنه يحرم التفاضل. نعم.